حج مبرور وذنب مغفور يا عمي. شكرا يا ابنة أخي. هل كان الحج هذا العام يسيرا أم به بعض المشقة؟ اعلم يا مازن أن المشقة في العبادة تزيد من الحسنات، والحج في عمومه مشقة. لقد كان أجدادنا يذهبون للحج على الجمال وسيرا على الأقدام. حدثني أبي كثيرا عن مشاعر الشوق والحنين لبيت الله الحرام. إنها دعوة سيدنا إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالناس منذ ذلك النداء يأتون من كل أنحاء الدنيا قاصدين البيت العتيق، تسبقهم أفئدتهم قبل أجسادهم بكل الشوق والحب. ذلك لأنها العبادة التي فرضها الله مرة واحدة في العمر. أجل، فهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون لبيك اللهم لبيك، بمعنى استجبنا لك يا الله. إنه نداء سيدنا إبراهيم للبشرية امتثالا لأمر الله حين قال له وأذن في الناس، فهو نداء للعالم كله. فإننا نرى في الحج أجناسا وألوانا من البشر أتوا من جميع أنحاء الأرض تلبية لهذا النداء. وكيف بلغ هؤلاء النداء؟ وكيف تم بناء الكعبة؟ يا أولاد، إن عمكم لم يسترح بعد من عناء السفر، فأجلوا أسئلتكم لوقت آخر. لا عليك يا أخي، فأنا أستمتع بالحديث معهم. ها، بأي شيء أبدأ؟ من البداية يا عمي، منذ أن جاء أمر الله لسيدنا إبراهيم ببناء الكعبة. كانت الكعبة المشرفة موجودة قبل سيدنا إبراهيم، ولكن بسبب الطوفان الذي حدث أيام سيدنا نوح ذهبت معالمها واختفت. لقد اختار الله هذه البقعة المباركة من الأرض ليهاجر إليها الخليل إبراهيم مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل، حيث تركهم في هذا المكان القاحل الخالي من الزرع، تنفيذا لمشيئة الله، الأمر الذي استسلمت له الزوجة المؤمنة، تركها وحيدة مع الرضيع. ولكن رحمة الله لم تتركهما، وما لبث أن امتلأ المكان بالبشر بعد تفجر بئر زمزم. يا خليل الله، لقد تركتنا وقد تعلقت قلوبنا بك، وكنا نخاف من الكهان الظالمين، وإنا لنا معابد للكفر في كل مكان، ونريد بيتا لله الواحد الأحد، ونريد معرفة شعائر ديننا الحنيف. ولما ماتت هاجر ذهب الخليل إبراهيم ليتفقد أحوال ابنه إسماعيل في بيته، وقال إبراهيم له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال:
وأعينك. قال إبراهيم: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً. وأشار إلى مكان مرتفع، ودعا إبراهيم الله تعالى أن يبين له صفة البناء، فأرسل الله تعالى سحابة فأمره أن يبني مكان ظلها دون زيادة أو نقصان. وهذا معنى قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي حددنا له وبينا له معالم البيت. فشرع نبي الله إبراهيم بمعاونة ابنه إسماعيل في بناء الكعبة، فأحضروا المعاول لذلك، وقد كانوا ينقلون الأحجار اللازمة لبنائها. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لما فرغ سيدنا إبراهيم من بناء البيت قال الله له: أذن في الناس بالحج. قال: يا ربي، وما يبلغ صوتي؟ قال الله سبحانه وتعالى: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم: أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فحجوا. وكيف بلغ هؤلاء النداء؟ لما نادى الخليل عليه السلام بالحج سمعه ما بين السماء والأرض ومن في الأرحام. يا له من أمر عجيب! ألا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون: لبيك اللهم لبيك. أكمل يا عمي. سأختم بهذه الحكاية التي تعرفونها جميعا. لما نادى الخليل عليه السلام بالحج سمعه ما بين السماء والأرض ومن في الأرحام. ألا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون: لبيك اللهم لبيك. بقيت الكعبة على حالها إلى أن أعيد بناؤها على يد قريش في الجاهلية، وذلك بعد عام الفيل بحوالي 30 عاما، إثر سيل حطم أجزاء من الكعبة. لقد شرف الله تعالى الكعبة بمكانة خاصة، فأصبحت أشرف بقعة يعبد فيها الله تعالى على الأرض، وهي أول مسجد وضع للناس في الأرض. حديثك لا يمل منه يا عمي. والآن أترك عمكم ليستريح من فضلكم. والله إني أسعد بوجودي معهم، فذلك يعوضني غياب ابني في الغربة. أريد وعدا منك يا عمي. أرجو أن أفي به. ماذا تريدين يا ابنتي؟ أن نلتقي كل يوم لتحكي لنا هذه القصص الممتعة. فلنجعلها كل يومين. سأفعل ما بوسعي إن شاء الله. أستودعكم الله. مع السلامة. مع السلامة يا عمي. في رعاية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.